أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا لا ذنب لعثمان إلا أنه جاء بعد عمر، لا ذنب لعثمان إلا أنه جاء بعد عمر، يعني الكلمة بعد سيدي رحموني في الحقيقة. ولكن ما كان مشكل، نقول كلمة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. وقد تقرر عند علماء الحديث أن صفات وقيل أركان الحديث الصحيح يعني خمسة، وهناك شرط أو صفة سادسة تذكر في وقتها. الصفة الأولى اتصال السند، اتصال السند. والصفة الثانية عدالة الرواة، والصفة الثالثة ضبطهم، والصفة الرابعة السلامة من الشذوذ، والصفة الخامسة السلامة من العلة القادحة. وعلة قادحة فتوزي أو يعل، يعني لأنه اختصر بقنية مختصرة، مختصر لأجل ذلك قال أو يعل. وإلا فإن العلة من شرطها أن تكون علة مؤذية مؤثرة، لأن هناك العلة المؤذية، العلة المؤثرة، والعلة غير المؤثرة. فالعلة المؤثرة غير المؤثرة مثلا كرواية الرواية عن المختلط قبل طرو الاختلاط عليه، الرواية عن المختلط قبل طرو الاختلاط عليه، يعني اختلط في 70 من عمره، إذا تلقي عنه الحديث في 60 مثلا فإن حين نترجم لذلك الراوي نقول هو راوي مختلط، ترجم له السبط العجمي في كتابه الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، يعني كأن العلة كينة ولكن غير مؤثرة، لأن التي تؤثر هي العلة إذا تلقي، في حالة ما إذا تلقي عنه الحديث بعد طرو الاختلاط عليه، أما قبل طرو الاختلاط عليه تكون علة لكن غير مؤذية. وإذا قلنا هذا سند متصل، معنى ذلك أنه ليس بمنقطع، والانقطاع أضرب، الضرب الأول التعليق والضرب الثاني الانقطاع، هكذا بعدما استقرت المصطلحات الحديثية، الانقطاع كاين الانقطاع العام بشكل عام، وكاين الانقطاع بعدما استقر علم يعني المصطلحات، استقرت المصطلحات الحديثية. والضرب الثالث هو الإعضال، والضرب الرابع هو الإرسال، والضرب الخامس هو عنعنة الحديث، الرواية عن المعنعن، عنعنة المدلس، إذا كان إذا عنعن الحديث المدلس عنعن الحديث أو أننه، هذه تلحق بهذه الأضرب. فإذا قلنا هذا حديث المعلق، الحديث المعلق هو الذي يعني سقط منه شيخ الراوي فما فوق. إذا قلنا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه، أو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو عن عطاء عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذه ماذا نقول في هذه الأسانيد؟ إذا سقط شيخ الراوي، مثلا البخاري رواه عن مالك فسقط عبد الله بن يوسف، والإمام البخاري روى بعض الموطئات، يعني بعد رواية الموطأ من أهمها رواية عبد الله بن يوسف رحمه الله، وكان من كبار علماء الحديث. فإذا رواه مالك
البخاري عن مالك نقول حديث معلق، لكن الحديث المعلق هو الذي سقط منه الشيخ الراوي فما فوق. مثلا رواه مالك البخاري عن نافع، فسقط هنا سقط البخاري لعبد الله بن يوسف وسقط مالك، هنا نقول حديث أيضا معلق. لو سقط السند كله لكان الحديث معلقا، ويشترك هنا مع المعضل. المعضل هو الذي سقط منه اثنان فما فوق في أي موضع من مواضع السند، سواء كان هذا الساقط أو هذا الفراغ كان في أول السند أو كان في وسط السند أو في آخر السند، سبحان المعلق. ولكن يشترك مع المعلق في بعض المسائل، قلوا الحديث إذا سقط منه اثنان فما فوق بالتوالي هذا يكون حديثا معلقا، فإذا سقط شيخ الراوي معضلا، فإذا سقط شيخ الراوي نقول حديث معلق. هل هو معضل؟ ليس معضلا، لأن من شرط الإعضال أن يكون اثنان فما فوق، أن يكون أمر اثنين فما فوق. أما إذا سقط مثلا اثنان من مبتدأ السند شيخ الراوي القضية، قل البخاري عن نافع يكون حديثه معلقا، وفي نفس الوقت يكون الحديث معضلا. هو معلق لأنه سقط مبتدأ سنده، وهو معضل لأنه سقط منه اثنان يعني اثنان، ومن شرط الإعضال أن يكون هذا الساقط يعني اثنين فما فوق. هذا يسمى التعليق، بيد أن التعليق عند البخاري نوعان. النوع الأول هو الذي جزم بتعليقه، كأن يقول قال الزهري أو قال مجاهد أو قال قتادة، يعني يرويه بصيغة الجزم. فإذا رواه بصيغة الجزم ماذا نقول في هذا؟ نقول هو حديث معلق عند البخاري جزم بتعليقه. وإذا رواه بصيغة التمريض كأن يقول يقال عن فلان أو يروى عن فلان أو يحكى عن فلان، نقول رواه بصيغة التمريض. فالذي رواه بصيغة الجزم يعني بعد استقراء لكتاب البخاري توصل إلى هذه المسألة، أن الذي جزم البخاري رحمه الله بتعليقه يكون الحديث صحيحا سنده، يعني يكون سند الحديث صحيحا من البخاري إلى من ذكر اسمه. إذا قال قتادة أو قال الزهري مثلا، من البخاري إلى الزهري مثلا، إذا كان بهذا السند عبد الله بن يوسف ومالك إلى آخره عن الزهري وهو شيخ مالك، الحديث صحيح. أنا أجل لكم هذه المسألة الأولى أهمة اللي ذكرتهم دابا. أما ويبحث ويبقى البحث عن بقية السند، قد يصح وقد يضعف، هذا في الذي يعني جزم بتعليقه. أما إذا رواه بصيغة التمريض فإنما يمرضه لأحد أمرين. الأمر الأول، إما لكونه قد تصرف في مجمل يعني ألفاظه، لكن قد يقال إن البخاري ممن يجوز بعض شيء رواية الحديث بالمعنى، بخلاف مسلم وبخلاف مالك كان يتشددان في بعض الحروف. أما البخاري يعني لهذا قالوا يروي المقاطع والمراسيل، قالوا يروي يعني الأحاديث، يروي الأحاديث يقطع الحديث إلى أطراف، يروي هذا الطرف في الطهارة، وهذا في العتاقة والولاء، وذاك في مثلا المزارعة أو في الحدود أو في الأقضية إلى آخره، يعني على يعني حسب. لهذا قالوا فقه البخاري في تراجمه كان يقطع، قالوا ما دام أنه كان يقطع هو يعني هذا دليل على أنه كان يجوز ممن يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن بضوابط وبقيود وبأمور مذكورة في علم الحديث. طيب، الإمام البخاري رحمه الله يجوز رواية الحديث بالمعنى بعض الشيء بشروط كما ذكرت لكم. فلماذا نقول إذا روى الحديث بالمعنى يمرضه؟ يمرضه إذا تصرف في مجمل ألفاظه، أما إذا تصرف بعض الشيء رواه بالمعنى بضوابط رواية الحديث بالمعنى، هنا في هذه الحالة هذه نقول يرويه بصيغة إلى 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 تصرف في مجمل ألفاظه، يعلقه، يقول يروى عن فلان أو يحكى عن فلان. أجمع
وأهل هذا الشأن نعم شري البيت تكقول. على كل حال ليرويه بالمعنى بهذه الكيفية ويمرضه لأمر آخر إذا كان الحديث ضعيفا بيد أن ذلك الضعف يسير، إنما يعني هو يسير لعلو كعب البخاري في الصناعة الحديثية. إذا كان الحديث ضعيفا يعني هو ضعيف بعض الشيء، قلك علاش البخاري يروي عن إسماعيل بن أبي أويس، أو لماذا يروي عن إسماعيل بن عياش أو كذا. بعد إسماعيل بن أبي أويس يروي عنه البخاري وإن كان ضعيفا من حيث الضبط يروي عنه، ينبغي أن ننظر إلى إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس ضعيف من حيث الضبط بيد أن ذلك الضعف أو ذلك الاختلال في الضبط متقطع، أحيانا يكون ضابطا ضبطا قويا وأحيانا يختل ضبطه. وكان الإمام البخاري يعرف متى يكون يعني ذلك الضعف غير موجود، ذلك الخلل غير موجود، فيروي له تلك الأحاديث بضوابط يعرفها الإمام البخاري رحمه الله. كالمجنون، حين أقول المجنون الذي يتقطع جنونه، كما في الفروق للقرافي، إذا كان ذلك الجنون ينظر في ذلك الوقت الذي يصح فيه أو يصحو فيه ذلك المجنون، إذا كان جنونه لا يؤثر في وقت صحوه من الجنون لا يؤثر إطلاقا، يعني تقبل شهادته في إذا شهد في حالة ما إذا لم يكن مجنون في ذلك الوقت الذي لم يكن مجنونا. هذه مسألة أشار إليها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق. مسألة. كذلك هذه المسألة، الإمام إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله كان يتقطع يعني هذه المسألة، أحيانا يعني يكون ضابطا أحيانا يختل ضبطه. يتحين الإمام البخاري رحمه الله الوقت الذي يؤدي فيه الحديث إذا أداه في حالة ضبطه تمام ضبطه فيروي له، ولكن لا يروي له إلا مقرونا، لا يروي له إلا مقرونا، معنى مقرون يعني بالمتابعة أو الشاهد، سواء كانت المتابعة تامة أو كانت المتابعة قاصرة أو كان الشاهد باللفظ أو كان الشاهد بالمعنى. فتعرفوا الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. المتابعة التامة إذا توبع الراوي في شيخه هذه متابعة تامة، أما إذا توبع روية الرواية يعني عن شيخ شيخه فما فوق تكون متابعته قاصرة، وكلا المتابعتين يعني ترقيان أو ترقي يعني على اختلاف اللغتين يعني الحديث الضعيف المنجبر إلى مرتبة الحسن لغيره، أو إذا كان ضعيفا بإطلاق تشعر بأن له أصلا، أما إذا كان شديد الضعف وكانت المتابعة كذلك فلا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا، لا تزيده كثرة. وهناك يمثل لحديث الأذنان من الرأس، وحديث الأذنان من الرأس حديث حسن وليس ضعيفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.